الان عبد الكريم او عبد الرزاق قاسم، عبد الرزاق قاسم كابتن منتخبنا الوطني سيرفع كأس البطولة مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجات. اذا عبد الرزاق، العراق بطلا لغرب اسيا للشباب، العراق للمرة الثانية بطلا لغرب اسيا للشباب، هذه المرة على حساب لبنان. مبروك 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 لأبناء العراق، مبروك لهذه الجماهير الكبيرة، مبروك لكل الجماهير العراقية لقب البطولة. سعيدين بما حقق هؤلاء الشباب في لقب البطولة، نبارك لهم من القلب هذا الإنجاز، وإنجاز يعتبر لهؤلاء الشباب وبداية لهؤلاء اللاعبين إن شاء الله يكونوا مع المنتخبات الوطنية الكبرى. نبارك لمنتخبنا، للكادر التدريبي، للإداري، للطبي، لكل اللاعبين ولكل من ساهم بهذا الإنجاز. مبروك للعراق، مبروك للجميع هذا الفوز وهذا اللقب لبطولة اتحاد غرب آسيا. أيضا لابد لنا أن نشكر الدكتور نبيل جاسم رئيس شبكة الإعلام العراقي، ونشكر السادة رئيس وأعضاء مجلس الأمناء، وشكرا أيضا لمدير قناة الرياضية العراقية السيد حيدر شكور لهذه الفرصة اللي توفرت لكل الجماهير العراقية لنقل أحداث بطولة الشباب غرب آسيا عبر شاشة قناة الوطن العراقية الرياضية. أحبتي ألقاكم في مواعيد جديدة ومباريات قادمة وبطولات قادمة إن شاء الله. تقبلوا التحية مني معلق المباراة جمال الدراجي.